ألو نعم ديلا بابا حبيبتي بنتي حياتي لو تعرف شو اشتقت لك حبيبي أنا كمان لو تعرفي قديش اشتقت لك صرت منيحة ايه صرت منيحة لا تشغل بالك وأنا هلأ صرت منيح ديلا وقت عرفت بإصابتك حسيت حالي رح موت لأني تذكرت شو قلت لك آخر مرة خلص بابا انسى عادي بتصير هيك أمور بين الأب وبنته وأنا نسيت كل شي أصلا ديلا بدي اياك توعديني بشغلة من عيوني بشو بدك أوعدك؟ تكملي اللي عم تعمليه لحالك ما رح ودعك انت يلي رح تودعيني لما يجي الوقت المناسب بنتي بابا بترجاك لا تقول هيك بنوب نحن الاثنين رح نعيش سوا ولسنين طويلة كمان ماشي هاد مستحيل حتى لو خلصت الحكم وطلعت من هون بهرام ما رح يخليني عايش كتير انا ما رح اسمح لحدا يمس شعرة من راسك ومستعدة ضل أحميك لو كلفني هالشي روحي بابا نحن قدمنا لك طلب استئناف ورح نخفف فترة محكوميتك قد ما منقدر رح خلصك بابا انت بس وساق فيني بعرف منيح شو عم بعمل يا روحي أنا كتير بحبك لا تنسى هالشي وأنا بحبك كتير ديلا في شغلة أخيرة بدي أقولك ياها يا بنتي اصحك توثقي بالغراب ما بينفع يكون زوج ولا حتى رفيق بعدي عنه الغراب صار زوجي هلأ ورح يضل زوجي لازم تتعود عليه بقى مستحيل مستحيل حياتي في ناس بدهم يحكوا بعدي منحكي بعدين ماشي يلا بحبك ديري بالك على حالك طيب أنا بحبك كتير كمان انتبه على حالك وتذكر إنك ما رح نخلص بالأول كل هالإجراءات بالسر وبعدين منعمم كل شي أنا ماني فهمان عليك شي قوليلي لوين بدك توصلينا مو مهم المهم نخلص من كل هالمخالفات علي لازم نبرر كل الأمور المادية والأمور القانونية بالشركة وما عاد نشتغل أي شي مو قانوني ديلا مو أخدتي موافقة بهرام من فترة قريبة تبرير شو هاد ومن شو بدك تخلصي يعني لشو هالتصرفات بعرف شو عم بشتغل ما بيهمني اللي صار من 20 سنة المهم شو يلي بده يصير هلأ ما عاد بدي نوقع بهالمستنقع أكتر انت غلطانة هاد قراري وطول ما صلح حياة بابا كلها بإيدي فالكلمة الأخيرة إلي وبس أحسن لك تتعود وهو هيك بس عم توصلينا لنهاية الطريق شوف لي هالساعة هي لزوجي وذكرى من أبوه غالي عليه كتير بدي اياك تصلح لي اياها بأسرع وقت إذا ممكن طيب يا مدام ما تاكلي هم بالمرة طيب لك ناطرة تليفونك بخبرك وقت جاهز يعطيك العافية أهلين Thank you.
في واحد عم يمشي وراي. متأكدة؟ ايه متأكدة. كمان محمود لاحظ هالشي، يعني ممكن يكون اللي لاحقني منه. ممكن تقولي لي وين في حاجز شرطة يكون قريب مني؟ وين انت؟ رايحة من بيكوز على كفاجيك، وواقفة على الطريق يلي بيروح على الجسر. طيب معناها بتروحي دغري لبين ما رد لك خبر. ومشان اللي لاحقني ما بدك رقم سيارته؟ أكيد بدي الرقم. أنا كنت عم فكر قديش صرتي منيحة بهاي الأمور. والله يبدو أنه هاد قدري. رقم سيارته 114. قربت أوصل لهونيك. ها؟ هدول هنن، ليكن هونيك. طيب هلأ رح يوقفوا لك السيارة. يعطيك العافية. معناتها حضرتك اللي إلك نص ساعة عم تراقبني مو؟ إذا في مجال يا جماعة أنا بدي أحكي معه للشاب. شكراً كتير. خليني قبل ما أقدم شكوى عليك أسألك لشو عم تلاحقني؟ ولا شي، كنت عم صورك. عم تصورني؟ معناته رح أرجع أسألك أنت ليش عم تلاحقني؟ اسمعني، هون في قانون، يعني إذا أنت ما بدك يعني اشتكي عليك برأيي تجاوب على أسئلتي أحسن لك. نيرمين طلبت هيك ساوي. مين؟ نيرمين بلقين طلبت راقبك وصور تحركاتك. شوف شو رح تساوي. روح اطبع الصور اللي أخدتهم وبعتهم على البيت اليوم المساء. بدي اياهم من اول ما بلشت تصور، وانا بعطيهم لست نيرمين بمعرفتي. شكرا كثير يا ستي. ما رح تصدقي بس طلعت كل القصه من الست نيرمين السخيفه. لكان ديري بالك منيح، لانه ممكن يطلع بوشك شغلات كثير بطريقك للهدف الكبير. مزبوط، ومشان هيك اجى الوقت لحتى اخلص من مرت ابي الست نيرمين مشان ما تعطلني اكثر بقى. الغراب هون شي مرام؟ حضرته لسه ما اجا. اهلا وسهلا. اهلين ندى. اهلا وسهلا. الغراب لسه ما اجا لهلا، اتصلي فيه مشان يتعشى معنا. هذا الظرف إليك. هو مو جاي لإلي بس صار لإلي. شوفي، فينا نحكي تحت كلمتين؟ ايه منحكي، بس مو عجبتني نبرة صوتك بالمرة. ما عاد يقدر الواحد يفهم يلي عم يصير. حتى أنا مو فهمانة شي بنوب. في شغلات ما لازم نفهمها بنوب ميرال، بالعادة هن يلي بيقرروا عنا. شوي وبرجع. ايه نيرمين، اليوم شو محضرتي لنا كمان؟ لشو عم تخططي؟ يلا قوليلي. يوم عن يوم عم يصعب علي فهم طريقتك بالحكي. غياب ابوك عم يزيد عندك التوتر، مفهوم ومزبوط. لحق معك، يعني اللي صار مانو قليل.
واضح انه في امور ما قدرتي تنجحي فيها مع الغراب. ايه بس ولا شيء من هاد ممكن يسمح لك تتعاملي معي بهالطريقه السيئه. يلا قولي نيرمين شو هدول. اصحي على حالك وبعدين منكمل حديثنا، لانه انا ما فيني احكي معك وانت بهي الحاله. بالاول شو في لهالظرف؟ كان جاي إلك انت. كان جاي إلك، بس بما انه نحن التنتين عايشين بنفس العنوان انا هون عملت تصحيح صغير ست نيرمين، ولانه يلي بهذا الظرف بيتعلق فيني انا وبس حبيت شوف شو في بقلبه. اذا في شي شاغل لك بالك كتير بالنسبه لإلي بتجي وبتساليني، لا تراقبيني. ايه بتضيعي مصاري كتير. ما فهمت عليك ابنه. فهمانة كل شي عم قوله. أنا مسكته نيرمين، طلع واحد جبان كتير دغري قال لي كل شي. قلي لي في مشكلة لنحلها؟ شوفي ما حدا بيقدر يخبي عني شي بهذا البيت. هيك لك، بس هالقانون بيتغير حسب نوع السر. ست نيرمين ببيتي ما في أسرار، وتذكري هاد مو بيتك لحالك. مو بس هذا البيت، أنا لازم أعرف تحركات كل الناس الموجودين فيه. بلكي أنا بعته ليحميكي مثلا. ما بدي حمايتك، ممكن تتركيني لحالي بقى؟ وبعد الحكي اللي قلتي لي هلأ أنا متأكدة إنك مخبية أسرار كتير عني، مو بس عني، مخبية عن كل اللي بالبيت، ولهيك أنا لازم أعرف السر. ما بتعرفي بيصير؟ ليش شو هالشي الموجود بهالظرف هاد ومهم كل هالقد؟ كتير منيح إنك وصلت، يلا افتح هالظرف، لأنه أنا لسه لهلأ ما فهمت لشو كل هالطنطنة هاي. أعطيني الظرف هاد. وقفي شوي بدي أفهم شي. هذا مو نفسه الشاب؟ ايه بلا. ايه مساعدي محمود. وقت كنتي محامية؟ دقيقة بس، فيك تفهميني شو عم يعمل معك محمود هلا؟ ايه طيب خلص يا جماعة، يعني بالنهاية هذا مو موضوعنا. أنا طالعة لفوق، ناطرينا على العشاء. صحيح انت وين كنت لهلا؟ في اي تطورات بخصوص ابوك؟ خير؟ على اساس انا معك ولا تراجعت اليوم؟ معقول هالشي؟ نحن عطول مع بعض، إلا بالصور كنتي مع غير حدا. لبقى تغير الموضوع، قلي شو مخبي عني؟ أمور كتير ديلة فوق ما بتتخيلي. إيه خير؟ أنت عم تحاسبيني على الشغلات اللي مخبية عنك وكأنه عن جد نحن زوج وزوجة، وإذا بدك نحكي فأنت مخبية كتير أمور وبلشوا ينكشفوا كلهم بفضلها لنيرمين خانهم. حاش تخبص يا مجنون، أكيد مو مصدقني. أكيد بس قلت الحقيقة. أنا شو لك شغل لسه مع هذا الرجال؟ ما عم أسأل لأني مهتم كتير، بس بتعرفي نحن عم نرسم صورة قدام الناس كتير حلوة بلا ما يكون زواجنا على الفاضي. صاير عم تغار منه للزلمة؟ لك أي غيرة، بس روح قلبك تطلعي قصص ومشاكل، ونحن عنا ألف مصيبة فوق راسنا، مو وقت نقعد نحكي بهذا الموضوع. عن جد أنت غيران منه؟ إيه وعلى طول بغار، ممكن أضرب حدا مشان هالشي، لهيك ديري بالك مني. مسخرة. إيه قلي
أخي قدرنا نوصل لمكان العرس. والمكان معروف كتير، فندق بوز اللي بالمدينة، وهذا الزلمة أكيد رح يحضر. فندق بوز، شو في بالفندق؟ هاي المدام مو؟ والله هي أنسب حدا ليحضر معك هالعرس. شو رأيك تاخدها معك أخي؟ ما في داعي تروح، روح لحالي. اسمع مني، هذا عرس ولازم مرتك تكون. ايه وفي شغلة، جوا ممنوع السلاح. لا تاخد معك سلاح اصحك، في ناس مهمة معزومة، وخاصة اللي جايين من طرف العروس. طالما رايحين عرس، أنا شو لازم أعمل بشعري؟ وأنت شو مقرر تلبس؟ أنت كيف سمعتي كلامي؟ أنت صايرة مثل أنسة السعلب، عم تعرفي كل شي عم يصير. في وسائل مساعدة. طيب بس ليكي، أنا رايح لهنيك لقابل شخص مهم، وإذا بدك تلزقي فيني بلا ما تروحي. طول عمري بدي إلزق فيك. شكلك ما لاحظت، ليش ما عرضت روحتي معك اليوم؟ لأني بحاجة إنك تكوني معي اليوم، وإلا كنت عارضت هالشي. طيب طيب، قلي مين رح تشوف؟ قلت لك في حدا بيهمني، شو دخلك؟ رح قلك شو الموضوع. أنت بدك تشوف حدا هنيك وتضغط عليه مشان تحصل على اللي بدك إياه، ولازم كون موجودة لشوف هالشي. شيلك من نظريات المؤامرة والاستجواب تبعك وخبريني هلأ. عندي سؤال. خير؟ إذا ما فيك رود دعوة شو نعمل؟ إيه شو هالقصة؟ يا منقول نحن من أهل العروس، يا أما منقول نحن من أهل العريس. حتى فيني أعمل هيك؟ يي وين بطاقة العرس؟ معقولة ضيعتها؟ يا نسيناها لنكون، مو قلت لك اصحك تنساها بالبيت؟ نعتذر كتير مثلا. اخ قويه، ما ضل غير جهز حالي. شو بدي البس؟ كلاسيك، يعني طقم اسود مع قميص ابيض، رح تطلع حلو. مرات انا بحس حالي متزوج عن جد وعندي مره وحلوه كمان. الشنطة والأغراض جاهزين ما؟ منيح. شو لوين رايح؟ لساتني هون؟ طيب ليش مزعوجة؟ ما سبق وأجيت لهيك أماكن، ولا بحياتي تزوجت غيرك. شو أعمل؟ ما بعرف. اليوم بتتعلم كل شيء. أصلاً أنت عم تعلميني غصب عني ما شاء الله. أنا بعرف أنه أنت خلقتي لهيك مناسبات، أكيد كنتي مقضيتيها بحفلات المجتمع الراقي. إيه بس العترة علي أنا. هلأ فوت وتفرج عليهم، ما راح تحبهم. صح، اسمعي، اصحك ننفضح قدام الناس. ها أنا مو فارقة معي،
انت رح تتبهدلي. انت بس انبسط بما اني معك، لا تقلق ابدا. يعني انت هلا وقت تلزقي فيني وتضلي ماسكه ايدي هيك مفكره رح تنفعيني؟ طيب شو رح تعملي يا مدام؟ رح تشوف. يي خلدون، يونس، ديلا، شو اخباركم؟ شي حلو. يا الله قد ايه صار لي مو شايفتك يا يونس. وانا بحب لكم انه ديلا ما عادت وحيده يا شباب. مرحبا. بعرفكم بزوجي الغراب. انت امتى تزوجتي؟ صارت الامور فجاه على السريع. معقول ما تعزميني؟ شو بدك نعمل؟ ها؟ كيف براضيك لحتى ما تزعل منا؟ ها؟ بتحب نطلع لبرا؟ انت ورفيقك هاد؟ بنزلك بالمسبح شوي وبرجع بطلعك، بركي بترجع بتصحصح. ها؟ معناتها انتو يلي منظمين هالعرس الحلو؟ طبعا حياتي، مو مبين من الديكور؟ مبين بلا. الحقيقة نحن نسينا البطاقة خلدون، على أساس زوجي يجيبها بس كالعادة طلع نسيانا، لهيك كنا عم نفكر كيف بدنا نفوت، قام شفناكن من حسن حظنا. معناتها أسماءكن لازم تكون بقائمة المدعوين. بتوقع هيك. منيح طلعوا بينفعوا لشي. خلص ورجينا شطارتك مرتي. يلا فوتك رح تكون علي. بظن إنه الأسماء مو نازلة. شو بدي لك؟ في حدا نعرفه جوا، مصطفى إفريديك، لو تقعدونا على طاولته كمان. بسيطة من حلة. يعني إذا ممكن، بظن أنت أدرى. روحي خليني أضبط لك الجرافي. حلو كتير إنك خبيت علي اسم الرجال اللي جاية تشوفه هون. على أساس ما بتعرفيه عم تتزاكي علي؟ يلا حياتي تفضلوا. شكرا حياتي، يسلموا. انت بتغار علي ما؟ ايه خليك هيك. ها اصحك تعترف انك بتغار. حلوة هالبنت. حورية. يعني مو لهالدرجة هي، بس طبعا الأهم أنت شلون شايفها. لك هي اسمها حورية إهدي. منيح اسمها حلو كمان. حورية ممكن تجيبيلي إذا ما بعزبك صودا باردة؟ طبعاً تكرم عيونك. مزوقة، ما في داعي تروحي وترجعي فوراً، جيبي بس يصح لك. تكرم. والله شي حلو، يعني فيك تكون لطيف لما بيتطلب الأمر، حتى فيك تقول كلام حلو، بس معي مثل اللوح دائماً، وخاصة إذا حورية. يعني أنت بتحب السمر مو؟ ليش عم تحكي كأنك رفيقي بالحارة؟ ليش شو فيها؟ نحن هيك. أنت مرات بتفكر حالك زوجي عن جد. ما بيتهنى بالأمة من السلامات. يلا قوم بقى. هذا عرس قرايبه، طبيعي يضل حوالي ناس.
شرب برميل وما تحرك من مكانه. انت بتضحك. انت بتضحكي كمان. نازلي أكل حتى عبيتي وشك شوكولا مثل الأولاد. عن جد؟ أنت ولد، بس شو أعمل إذا ما بتعرف طعم الشوكولا كمان؟ معقول؟ بعرف شو طعمتها كتير منيح، بتحسسنا بسعادة مزيفة لهيك ما بطيئة. بس لازم تدوق. ما شاء الله على هالشهية اللي عندك هي. وين راحت؟ الشوكولا أخذت لك عقلك ونسيت الرجال اللي جايين مشانه. بظن أنه راح الحمام الحقه يلا. العمى كيفك؟ شو وينه؟ شوفي اوه كنت ردع تليفون الزلمة. لك شو عم تساوي ده؟ مين معي؟ أنا عدنان كورومغلو. أبوك لساته عايش، مشان صدق روح أحفي بالأمر. ما رح تلاقي أبوك. شو بدك مني؟ بعد ما تخلص جوابي رح يوصلك على المعبر. مين على التليفون وشو اللي قالك يا؟ لك قلي شو الموضوع؟ شو قالك؟ هلأ أمشي بسرعة لازم نطلع. تعي يلا. شو رح نسوي؟ خلصيني. لازم نخبر الحراس صح؟ إذا خبرناهم ما رح نقدر نطلع من هون أبدا. شو يلي صار؟ يلا قول. في حدا صفى الزلمة، فهمي بقى. طيب ليش؟ ما بعرف ديلا، لحتى ما يحكي لي اللي عنده. مشان شو يعني؟ مين كان على التليفون ما قلت لي؟ وهذا ما بعرفه، بس هلأ رايح أعرفه. انت بتستنيني بالبيت؟ بس انا بدي ضل معك. طلعي بسيارتك وروحي على البيت، انا باخذ تاكسي. غراب لو سمحت انتبه على حالك.
أنا من زمان نسيت الخوف ديلا. إذا بدك تروح لأنه هددك بالزلمة، ما حدا بيقدر يتهمك بأي شيء، أنا بشهد معك. ديلا يلا بسرعة. اسمعيني، أصحك تلحقيني، ها روحي ورح ألحقك. سليمان اطلع على المقبرة وجيب لي الأمانة معك، وجيب اثنين كمان. يلا ديلا. شوفي صار شي مو منيح ونحن هون. انقتل مدير السجن يلي كان فيه ابوه، الزلمه راح على الحمام ولحقوا الغراب دغري. بس مو هو اللي عمله، بحلف لك مو هو، ما دخله. انا ما فرقته ولا لحظه، كل الوقت كنا مع بعض، اصلا هو ما كان معه سلاح. اسمعيني منيح، في حدا عم يحاول يوقع هالغراب بحجه ابوه هلا. وبعدين تليفون مدير السجن رن والغراب رد عليه، ما بعرف مين هو اللي حكى معه، بس قال له شي مهم. بجوز يكون يلي دق تليفون بهرام لأنه له علاقة بقتل أبوه للغراب ديلا. كيف؟